أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من تعليم يسوع المسيح على الجبل في عظته الشهيرة. أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة معي. إحنا موجودين في الأراضي المقدسة، موجود في وطن المسيح الثاني اللي هي كفر نحوم، وموجود أيضا في المجمع القديم. في هذه الحلقة رح أتكلم عن قول يسوع في التطويبات عندما قال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، وإذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك التواصل معنا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يا لجمال روعة هذا التعليم. فالمسيح يطوب، يهنئ، يبارك، يسعد كل شخص قلبه نقي. القلب النقي هو القلب الذي تطهر من الخطية وتطهر من الشهوات وكل ما لا يسر قلب الله. القلب النقي اللي حصل على قلب جديد، سلوكه صار واضح، حياته شفافة، قلبه طاهر. القلب النقي هو القلب اللي اتغير بعمل النعمة بقوة الروح القدس. نقاوة القلب هو التطهير الداخلي من جوا. لما أخطأ داود قال هذه الصلاة في مزمور 51: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. القلب النقي هو الذي يسلك ببساطة ويرى كل شيء جميل وبيشكر الرب. غرض النقي القلب هو أن يشبع وأن يسر قلب الله، وعنده وحدة الهدف لتمجيد الله. يعني هذا القلب مكرس بالكامل إنه يمجد الله. فالقلب النقي هو الذي يسلك بالكمال، مثل ما بيتكلم في المزمور. في هذا المزمور بيتكلم عن الطاهر اليدين والنقي القلب. اتذكر إنه الإنسان بشكل عام ينظر إلى العينين، بينظر إلى المظاهر الخارجية، بينظر إلى يمكن الجمال الخارجي أو مظاهر التدين، بينبهر يمكن من مظاهر التدين الخارجي. أما الرب فينظر إلى القلب، يعرف ما في داخل، يعرف ما في قلب الإنسان. والكتاب طبعا بيعلم بكل وضوح القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وبيكمل الرب يقول لأنه من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. في مرة صرخ داود وقال وحد قلبي لخوف اسمك. لما القلب فيه مخافة للرب يصبح نقي، يصبح في داخله محبة ومخافة إلهية إنه عاوز يسر ويرضي الله في حياته. إن القلب النقي هو الشخص البسيط داخليا، هو الشخص المستنير، هو القلب النير اللي عنده بساطة قلب. هو الذي يعاين، يعني بيشوف يرى الله ويتمتع ببركاته، ببركات الرب، يزداد في المعرفة كل يوم. هذه المعرفة الإلهية، المعرفة الحقيقية. والشخص النقي بالقلب هو الشخص اللي بيتلذذ بالرب. فهذا مهم جدا أحبائي. لما المسيح قال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، هون بتكلم مع مجموعة فعلا يعني كرست
وخلص جعلت في أنفسها أنه تكون كل حياتها أنه قلبها ما يكونش منقسم ولا مجزأ ولا في أولوية أخرى في هذا الوجود سوى أنه يمجد الرب في حياته. فالقلب النقي اللي فعلا دائما بيسعى أنه يتشبه بحضور الرب يسوع المسيح له كل المجد. أحبائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. The golden rule to love your neighbor as yourself, to love God with all your heart, soul, and mind, and to do to others as you would have them do unto you is a very well-known principle in Judaism and in other societies. In fact, I think Hillel gives us the opposite. He says, do not do unto others what you don't want them to do unto you. And it's a wonderful standard. It's a wonderful plumb line for understanding what the heart of the gospel is. Where Hillel says, do not do unto others what you don't want them to do unto you, there we have sort of a principle of restraint, but Jesus wants us to take it a step further, which is to be active. Do unto others what you would like them to do unto you. If you are seeing a person in need, help them, because if you were in need, you would want them to help you. This is how Jesus' love is expressed. I was hungry and you fed me. I was naked and you clothed me. I was thirsty and you gave me something to drink. Whatever you do to the least of these, you are doing unto me. Do unto others as you would have them do unto you. قال يسوع طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. هذا التعليم يعتبر طبعا صادم للمجتمع اللي كان في أيام المسيح، فالعالم بعظم القوة والنصرة والغني، لكن لأنه المجتمع كله كان مستعبد تحت الحكم الروماني، كان تحت احتلال، ففكرة القلب النقي وأنك تتعامل بنقاء وبطهارة كانت عملة نادرة. وعدا عن ذلك، مش بس أنه الشعب كان مستعمر تحت الاحتلال الروماني، فالمسيح هاجم رياء الفريسيين والمتدينين اللي بركزوا على الأمور الخارجية، يعني وصفهم من داخل الكأس أو داخل القبر نجاسات، يمكن تبدو من برا مبيضة، قبور مبيضة، كل شيء جميل وكل المظاهر تبدو براقة جذابة، لكن إيه اللي مع الجوة؟ فالقلب فعلا أخدع من كل شيء، بينخدع الإنسان يمكن في المظهر، لكن الله بينظر للقلب وبينظر للجوهر. طوبى للأنقياء القلب، فالنقي هو الذي يعاين الرب بالإيمان. كلما كنا في محضر الرب نزداد بالقداسة، لأنه مكتوب بدون قداسة لا يمكن أحد أن يرى الرب، فنصير على صورة مجد الرب ونتشبه به فيعكس صورته ومجده في حياتنا. أحبائي القلب النقي لا يعني الكمال وأننا بلا خطية، لكن نسعى أن نكون مثل الرب. وعلى فكرة لما بتكون في محضر الرب، يعني لما يسوع كان على جبل التجلي مكتوب تغيرت هيئته، هذه الهيئة هو انعكاس نوراني داخلي من جوا بينعكس على الخارجي، وهكذا الإنسان اللي بيكون في محضر الله لازم يعكس صورة الرب في حياته، صفاته، طبيعته، جماله، كلامه، شهادته، تعليمه، يعني تصبح مسيح صغير إن صح التعبير على الأرض. الناس بتشوف نتائج والثمر حياتك المتغيرة والقلب المتجدد من جوا. أحبائي القلب النقي يعني الصدق والإخلاص
واستقامة القلب، النية الطاهرة، توحد القلب، يعني القلب الغير مجزأ اللي عنده ولاء كامل، طاعة كاملة للرب، تكريس كامل، يعني حياته كلها تحت تصرف الرب. فهو خلاص قلبه بيتغير، بصير قلب نقي وقلب طاهر. شو المكافأة؟ طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. واو، هذا شيء كبير إنك تشوف الرب. مكتوب أحبائي ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فعلا انت لما بيكون انعكاس الرب، كما انه القمر بيستمد النور من الشمس وكما انه المرآة تعكس، فنحن انعكاس لهذه الصورة، لهذا المجد، عندما نتغير داخليا من خلال نور المسيح فينعكس على الخارج، فنتشبه بالرب يسوع المسيح، وهذا شيء استمراري من مجد إلى مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نعاين الله من خلال يسوع المسيح، لأنه قال من رآني فقد رأى الآب. النقي القلب هو الذي يختبر حضور الرب، الرب الدائم المستمر في حياتهم. القلب الطيب أحباء، القلب النقي هو القلب الطيب، لأنه فعلا قلب طيب، قلب نظيف، قلب مخلص، قلب مثل ما ذكرت غير مجزأ، عنده تركيز واحد هو على الرب، قدوة في الطهارة. وأيضا يعني مثل ما بيقول الكتاب احفظ نفسك طاهرا، أو كما يقول في سفر الأمثال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. خليني أسألك، ما هو حال قلبك؟ قال يسوع حيثما يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. يمكن محتاج تصرخ مثل داود قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وحد قلبي لخوف اسمك. مكتوب أحبائي إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. بصلي إنه قلبك يتجدد اليوم ويعكس صورة المسيح في حياتك. الرب يباركك. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني كفر نحوم كان واحد من الأماكن اللي بيصطدم فيها المسيح مع الفريسيين، لأنه فعلا كان القلب غير نقي وغير طاهر، ودائما يفكرون في قلوبهم في أمور ضد المسيح. القلب النقي أحبائي اللي بيطلب الخير للآخر، القلب النقي فعلا هو القلب اللي بيتعامل مع الجميع في بساطة. أنا بصلي إنه حالة قلبنا اليوم فعلا تكون الحالة اللي الله بيطلبها منا. الخطوة الأولى، أنا محتاج أدرك إنه قلبي محتاج لتغيير، أعطيكم قلبا جديدا يقول الكتاب، ثم أدرك إنه أنا بذاتي صعب أغير قلبي، صعب أغير نفسي، فأنا محتاج لنعمة يسوع اللي أكمل عمل الفداء الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات حتى يعطيك قلب طاهر، قلب نقي، تمجد وتسبح هذا الإله العظيم. أحبائي من مجمع كفر نحوم بصلي من كل قلبي إن الله يتعامل مع قلبك، واليوم يكون قرار حاسم إنه قلبك يكون للرب. على فكرة بحب أسمع منك.